لم تتوقف آلة القمع الحكومية ضد المتظاهرين السلميين منذ انطلقت تظاهرات ثورة تشرين قبل 4 أشهر. قنابل غاز غير مخصصة للاستخدام ضد المدنيين تحولت إلى قذائف تطلقها تلك القوات مباشرة على رؤوس المتظاهرين، ناهيك عن الرصاص الحي الذي بات إطلاقه ضد المتظاهرين العزل طقساً يومياً لقوات حكومة بغداد وميليشياتها، ما أسفر عن المئات من الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى والمعتقلين والمخفيين قسريا. قطار الموت الحكومي والميليشياوي تنقل سريعاً عبر مدن العراق الثائرة ليصل إلى الكوت مركز محافظة واسط ليواجه المتظاهرون السلميون قنابل الغاز والرصاص الحي. اليوم واسط تنتفض من أجل الحرية، اليوم واسط تنتفض من أجل الإصلاح، اليوم ذولا جايين إيران جاي يهجمون علينا بالطرق الحي وليس بالطرق الغير حي، بالطرق الحي استشهاد 3 وأصاب أكثر ما يقارب 17 نفر، بس ما بنعود هزيمتنا، احنا كشباب عندنا هزيمة لازم نحقق إرادتنا. شهداء وجرحى في الكوت كما في غيرها من مدن العراق بأيدي القوات الحكومية، وملثمون يؤكد ناشطون أنهم تابعون لميليشيا السرايا تحركوا بأمر من عادل الزرقاني نائب محافظ واسط والعضو في التيار الصدري، حيث حاولوا استفزاز طلبة الإعدادية المركزية في المدينة قبل أن تأتيهم تعزيزات من قوات مكافحة الشغب لقمع الطلبة الذين احتجوا على محاولات إجبارهم على مواصلة الدوام. اي اكو شهداء، 3 شهداء اليوم وجرحى تقريبا 17 جريح، تقريبا 3 هذا طلق قدامكم، طلق حي امان، هاي طلق حي، الدخانيات العالم راحت كلها 3 4. شنو ذنب هاي الشباب؟ شنو ذنب هاي العالم اللي جاي تروح تستشهد؟ غير ان كل ذلك لم يفت في عدد الثوار او يضعف من عزيمتهم، فاكدوا مواصله فعاليات الثوره حتى تحقيق أهدافها بإسقاط نظام المحاصصة والفساد وبناء عراق العدالة والحرية والكرامة الإنسانية.